نشرة الظهر. الواحدة ظهرا هنا في تونس، الثالثة بعد الظهر بتوقيت غزة. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم على الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة. توقيع 5 اتفاقيات بين مؤسسة فداء وشركات النقل لتمتيع جرحى الثورة والعمليات الإرهابية بالنقل المجاني. غدا انطلاق دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا، والتاسع من جويليا الجاري الإعلان عن نتائج هذه الدورة. دوليا، غدا اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله، تصعيد على الحدود بين لبنان والكيان المحتل. إلى التفاصيل. يصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم على الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل. الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري أعلن في تصريح للإذاعة الوطنية بأن إيداع الترشحات لهذه الانتخابات سيكون مبدئيا أواخر شهر جويليا الجاري وبداية شهر أوت المقبل. وحاليا اصبح رسمي وانه موعد الانتخابات 6 اكتوبر 5 هاي. اكتوبر باش يكون الصمت الانتخابي قبل ب 21 يوم، يعني الانطلاقه نتاع الحمله باش يكون 13 سبتمبر. في بدايه شهر اوت اواخر شهر جويليا باش تنطلق فتره تقديم الترشحات والنزاعات نتاعها، وفي نفس الوقت مجلس الهيئه باش يصادق كذلك على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسيه 4 و5 و6. بدايه الانتخابات خارج على خط الخارج تجرى على 3 ايام، يوم الصمت الانتخابي 5 اكتوبر، قانون الانتخابي هو بيدو تاع 2014 لن يتغير، فقط باش تتم ملائمة شروط جديدة واردة بالدستور اللي هي معروفة وعلن عليها. 5 اتفاقيات ثنائية تم اليوم إبرامها بين مؤسسة فداء وشركات النقل الوطنية والجهوية، يتمتع بمقتضاها جرحى الثورة ومصابي الاعتداءات والعمليات الإرهابية بالنقل المجاني في حافلات النقل الوطنية والجهوية، إضافة إلى القطارات. 105 بطاقة نقل مجانية جاهزة سيتم توزيعها على مستفيديها، على أن يتم تعميم التجربة على بقية الشركات في قادم الأيام بمختلف ولايات الجمهورية، وفق رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر. 5 اتفاقيات تم امضائها مع شركات النقل، 3 شركات الوطنيه دونك المعروفه في تونس، و2 شركات جهويه اللي هما الشركه الجهويه القوا في القفصه والشركه الجهويه بالقصرين. الهدف هو تكريس حق التنقل المجاني لفائده منظورين مؤسسه من اولي الحق من شهداء الثوره وجرحى الثوره ومصابي الاعتداءات الارهابيه. بالنسبه لاولي الحق من شهداء الثوره وجرحى الثوره يتمتع بهذا الحق منذ زمن، ولكن اليوم نمشيو ننظم الحق هذايا عن طريق اتفاقيات وعن طريق تفاوض مع الشركات حتى اصحاب الحق ياخذوا حقهم بصفه قانونيه وسليمه. فما في المستقبل مش يصير متابعة لإزداء الحق هذا، يعني عن طريق حملة تحسيسية وتواصلية مع عوان الشركات حتى للناس هذوم ياخذوا حقهم بأريحية. 105 بطاقة جاهزة اليوم مش تتوزع على أصحابها، يعني الناس هذوم مش يكرموهم ونعطيهم فيما بعد دونك البطاقات متاعهم اللي تسمح لهم بالتنقل على كافة الخطوط الداخلية في الجمهورية التونسية الكل. مع العلم أنه راه مش فقط الشركات اللي حضروا اليوم هم يعني مش يتم معهم إمضاء الاتفاقيات، بل كل الشركات الجهوية ويعني كل الشركات اللي تقدم في خدمة متاع نقل في تونس عمومي باش يتم إمضاء مع الاتفاقية وباش يتمدنك بالنقل على كامل تراب الجمهورية. في إطار مشروع تنظيم تنقل العمال بين تونس والاتحاد الأوروبي وحوكمة الهجرة، وقعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني اتفاقية إطارية مع الجمعية الإيطالية للبناء والأشغال العامة والجمعية الإيطالية إيليس، يتم بمقتضاها توفير 2000 موطن شغل في مجال البناء والأشغال العامة لفائدة الشبان التونسيين. مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي أوضح خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد شروط الاستفادة من هذه الاتفاقية الممتدة على 3 سنوات.
أعمارهم تتراوح ما بين 18 و35 سنة، يلزمهم عندهم تكوين في مهن البناء. عندنا عدة اختصاصات في مراكز التكوين المهني، 46 اختصاص يهم مهن البناء، معناها بواسطة تكوين ينجم يكون مدته ما بين 6 شهور وعامين، ينجم يتحصل على عقد شغل منظم ويحفظ له حقوقه. عندنا 3 مستويات خاصة اللي يهمهم الاتفاقية هذه: شهادة مهارة، كذلك شهادة الكفاءة المهنية، وعندنا كذلك المؤهل التقني المهني. تكوين مجاني في مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، وإلا ينجم يكون تكون في الخاص ولكن عنده شهادة مناظرة. الاتفاقية هذية عندنا 2000 موطن شغل على 3 سنوات في مهن البناء باش نستغلهم. السنة الأولى 400 فرصة عمل في المهن هذية، السنة الثانية 800 ل2025، والسنة الثالثة 2026 باش نوفروا 800 عقد عمل. وبين مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، بين كيفية وامتيازات الاستفادة من هذه الاتفاقية التي توفر تكوينا مجانيا وإضافيا. جميع المصاريف المرتبطة بعملية التوظيف بالخارج باش يتكفل بهم البرنامج هذا، برنامج طاب. وكذلك الاتفاقية هذه تنص على تكوين تكميلي، أولا باش نكونهم في اللغة الإيطالية والحضارة الإيطالية، كيفية اندماجهم في المجتمع الإيطالي، ثم نكونهم في السلامة المهنية. وكذلك فما تكوين إضافي فني إذا كان يستوجب العرض الشغل اللي باش نلبيوه رو باش نكونهم في المهن هذيك، وإحنا باش ناخدو على عتقنا تكفل بمصاريف التكوين. كذلك يتحصل الشاب مدة التكوين هذه على منحة قيمتها ما يعادل 100 أورو تقريبا 340 دينار خلال التكوين، باش تتولى الوكالة نشر عروض الشغل على موقع الوكالة الخاص بالتشغيل الدولي aniti.international.in. تسجل فيه أولا، تدرج السيرة الذاتية متاعك، ثم تترشح للعروض اللي باش توصلنا من المؤسسات الإيطالية العاملة في مجال البناء والأشغال العامة. اختتم أكثر من 41 ألف تلميذ اليوم إجراء دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، على أن يكون موعد الإعلان عن نتائجها في 14 من جويليا الجاري. يشار إلى أن العدد الأكبر من المترشحين في دورة التدارك هم من شعبة الاقتصاد والتصرف، ثم من شعبة الأدب. تنطلق غدا دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا، على أن تعلن نتائجها في 9 من الشهر الجاري. وللمشاركة في هذه الدورة يشترط الحصول على معدل 16 فما فوق في الدورة الرئيسية للبكالوريا في كل الشعب، باستثناء شعبة الأداب التي يشترط الحصول على معدل 14 فما فوق. مدير التوجيه والإعلام بوزارة التعليم العالي سهام بوراس في تصريح لنجاة حسن: دورة المتفوقين تعمير من 5 إلى 7 جويليا. بالنسبة للمعهد العالي للدراسات العلمية والتقنية بتونس، نوع البكالوريا شعبة الرياضيات 120 مقعد. بالنسبة لفرنسا فما 2 مقاعد للأداء. بالنسبة لبكالوريا رياضيات، مرحلة تحضيرية رياضيات فيزياء علوم الهندسة، 6 منح للذكور و6 منح للإناث. بالنسبة للمرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية فيزياء كيمياء، 2 مقاعد للذكور و2 مقاعد للإناث. بالنسبة لألمانيا شعبة الرياضيات 4 مقاعد في هانوفر و4 مقاعد في هايدلبرغ. العلوم التجريبية 2 مقاعد في هانوفر ومنحة في هايدلبرغ. بالنسبة للاقتصاد والتصرف منحة في هايدلبرغ. العلوم التقنية 2 منح هانوفر و2 منح هايدلبرغ. بالنسبة للعلوم الإعلامية منحة في هانوفر. 9 جويليا 2024 كان يحبوا عن طريق الاسماس يسجلوا نهار 8 جويليا على الاسماس اللي هم يحبوا النتيجة باش نهار 9 تجيهم، وإلا عبر الموقع www.orientation.in. بالنسبة للشروط 16 معدل فما فوق بالنسبة لجميع الشعب، والأداب 14 معدل فما فوق. أعلنت وزارة التعليم العالي انطلاق دورة التوجيه الجامعي للسنة الجامعية المقبلة، ودعت الأولياء والتلاميذ إلى استقاء مختلف المعطيات الخاصة بعملية التوجيه عبر دليل التوجيه الجامعي على الموقع الخاص به www.orientation.tn لتفادي المعطيات المغلوطة عبر صفحات التواصل الاجتماعي. كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الطالبية لسعد الدريدي:
تلقت دورة التوجيه الجامعي بتاع 2024، حطينا دليل توجيه انشرناه بداية من 24 جوان الفارط. التوجيه الجامعي راه يتم في موقع واحد وحصري اللي هو www.orientation.tn. راه الموقع هذا هو اللي فيه كل المعلومات والرزنامة، وفيه كذلك دليل التوجيه الجامعي. دليل التوجيه راه هو وثيقة مهمة ياسر، ونرجو من أولياء ومن ناجحين أنهم يقرأوها، راه ضروري جدا على خاطر فيه المعطيات الصحيحة والموثوقة، باش ما تاخذهمش أفكار أخرى وسائل التواصل الاجتماعي. يحاول يطلع عليه، يحاول يقرأ، هو مبوب على شكل محاور. بطبيعة الحال فما شكون محور يتحدث على المفاهيم نتاع التوجيه اللي هو سكور اش معناتها، الصيغة الإجمالية اش معناتها، وفما محور آخر يحكي على منين يلقى المعلومة باش يوصل يختار اختيار مرشد وعقلاني ويتناسب مع رغبته ويتناسب مع العدد نتاعو. الدليل دونك راه موجود. وتنطلق الأيام التوجيهية للتوجيه الجامعي أيام 18 و19 و20 من جويليا الجاري بمدينة العلوم بالعاصمة، وتنتظم خلالها لقاءات مع أساتذة جامعيين إضافة إلى لقاءات مع مستشاري التوجيه، وفق ما أفاد به لسعد الدريدي. ويمشي ننظم الأيام الإعلامية الوطنية للتوجيه الجامعي نهار 18 و19 و20 بمدينة العلوم بتونس، وثم كذلك أيام جهوية للإعلام حول التوجيه الجامعي تنظمها الجامعات. في الأيام هذه راهو الطالب مرحبا به، ندعيهم الكل هما والأولياء نتاعهم باش يجيو يستفسروا. يعني أنا وقت يبدأ عندي استفسارات ولا يبدأ عندي حاجة ما فهمتهاش في دليل التوجيه، مرحبا بهم، احنا نحاولوا نوضحوا لهم. ثم لقاء مع السيدات والسادة مستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وكذلك السنة إن شاء الله زدناهم لقاء مع أساتذة جامعيين بالنسبة اللي يحب يزيد يستفسر على المجالات، خاطر الاختصاص نعرفوا اللي هو الشغل الشاغل نتاع المترشح للتوجيه الجامعي، يحب يعرف الاختصاص هذاك اش فيه. بعد باش يتعدى الحاجة اكثر شويه تقنيه، خلينا نقولوا انه توا باش يبدا يتصفح القائمه نتاع الاختصاصات اللي هي موجوده في دليل التوجيه الجامعي. من المنتظر أن تنظر لجنة التشريع العام بالبرلمان خلال الفترة القريبة القادمة في مشروع لتنقيح الفصل 732 من المجلة التجارية المتعلق بالحسابات البنكية المهجورة والتي أثارت الكثير من الجدل طيلة السنوات الفارطة. جيهان علوان والتقرير التالي. قدم مجموعة من النواب من مختلف الكتل النيابية بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 732 من المجلات التجارية تتمثل في الغلق التلقائي والمجاني للحسابات البنكية الجارية غير المستعملة من طرف البنوك ومن طرف صاحبها لمدة 90 يوما. رئيس لجنة التشريع العام ياسر القراري أوضح أن هذا المشروع يأتي لتخفيف عبء هذه الحسابات على المواطن. المقترح يتعلق بعملية الغلق الآلي للحسابات البنكية المفتوحة والتي يتم هجرها في أجل 90 يوم، يعني الحساب اللي متمش تشغيله خلال 90 يوم يصبح مغلق آليا، باعتبار أنه عديد المواطنين لما يهجروا بعض الحسابات البنكية بعد مدة زمنية يعني تتصل بهم المؤسسة المصرفية وتعلمهم أنه هذه الحسابات فيها رصيد سلبي بمبالغ محددة، وهذا يثقل كاهل المواطنين. في هذا لجنة التشريع العام يعني خلال الأيام القادمة فإنها ستبشر أن في هذا المقترح. ويقترح أصحاب المبادرة إعادة تنشيط القانون الصادر عن البنك المركزي والذي ينص على إغلاق الحسابات المجمدة تلقائيا في مدة أقصاها 90 يوما. المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواس تحدث عن أهمية هذه المبادرة. نعرف اليوم أنه فما عديد من المواطنين التوانسة وعديد من المؤسسات اللي عندهم حسابات بنكية، والحسابات البنكية هذه ساعات تكون متروكة. ينجم يكون السيد عنده مشكلة مع البنك ما عادش يحب يتعامل معه. ينجم يكون السيد نساء مثلا كان اتيديون ونساء الكونت بتاعه خلي، نجم تكون الأسباب عديدة. التنقيح هذا يقول أنه الحسابات البنكية المتروكة هذية إذا كان وصل إلى 90 يوم وما يتمش فيها لا إنزال وإلا سحب تعتبر هذه الحسابات ماشية إلى الإغراق. هوني البنك لازم يعلم صاحب الحساب، يقول له راو عندك حساب عندي الرقم بتاعه كذا كذا راو فات 90 يوم راو أنت لازمك تغلقه إلا راو بش يغلق أوتوماتيكيا. إذا كان أنت مستحق لهالحساب هذايا تعلم البنك تقول له راه الحساب هذايا مازلت حاجتي به ويقعد الحساب هذايا، وإذا كان أنت الحساب هذايا أنت ما عادش حاجتك به 90 يوم يقف حساب الفوائد ويقف حساب هالفري اللي ياخذوهم وقتها يتسكر ويتم إغلاقه. كما أشار حواس إلى أنها مبادرة ستعود بالنفع على المؤسسات والأفراد. المبادرة هذه ستعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وزادة ستعود على النفع حتى على المواطنين العاديين. كل الدول اللي مشات في عملية إغلاق الأوتوماتيك لهذه الحسابات يكون آلي وحيني في ظرف 90 يوم. ويأمل التونسيون أن تنهي هذه
هذه المبادرة معاناتهم مع ظاهرة الحسابات البنكية المهجورة، ظاهرة أنهكت جيوبهم وأرهقتهم أمام المحاكم جراء القضايا المرفوعة ضدهم لاستخلاص الأداءات الموظفة على هذه الحسابات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. دوليا وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم في تجدد قصف الاحتلال المدفعي والجوي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي. القصف استهدف عدة أحياء سكنية في مدينة غزة ومخيم سيرات وسط القطاع ومدن خان يونس ورفح ودير البلحة في القطاع الجنوبي. في الأثناء تواصل عناصر المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات العدو المتوغلة في القطاع، وأعلنت اليوم قصف جنود الاحتلال في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقية غزة بوابل من قذائف الهاون وتدمير دبابتين برفح. فيما أقر جيش الاحتلال فجر اليوم بمقتل ضابط وجندي وبإصابة 3 عسكريين آخرين في هجومين بشمال قطاع غزة الليلة الماضية. على الصعيد السياسي، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إن نتنياهو سيبحث خلال اجتماع منتظر اليوم مع مجلس الوزراء الصهيوني المصغر موقف حركة حماس الجديد من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلنت تل أبيب ووسائل أعلام عبرية رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ و15 طائرة مسيرة من لبنان في اتجاه عدد من المستوطنات في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان. ودوت صافرات الإنذار في عشرات المستوطنات قرب الحدود اللبنانية فيما اندلعت حرائق في عدد من المواقع. ومن جهته أكد حزب الله إطلاق 10 صواريخ وسرب من الطائرات المسيرة على 10 مواقع عسكرية صهيونية رداً على اغتيال الكيان المحتل أمس أحد كبار قادته في غارة جوية على منطقة سور في جنوب لبنان. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيراً بالعناوين. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم على الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة. توقيع 5 اتفاقيات بين مؤسسة فداء وشركات النقل لتمتيع جرحى الثورة والعمليات الإرهابية بالنقل المجاني. غدا انطلاق دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا، والتاسع من جويليا الجاري الإعلان عن نتائج هذه الدورة. دولياً، غدا اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله، تصعيد على الحدود بين لبنان والكيان المحتل. كانت هذه النشرة الواحدة ظهراً للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد إخبارية قادمة.